اهلا بيكم معايا في حلقه جديده من بالهنا. النهارده عاملين سمك حلو قوي كريسب وعاملين تارت بالبرتقال، يا رب يعجبكم. اول حاجه هنبتدي بيها مقادير السمك. انا جايبه سمك قاروس، لو وقار هيبقى حلو، لو حتى السمك اللي هو قشر البياض حلو، بس اهم حاجه ان يبقى عنده الجلد بتاعه موجود، ماشي؟ نعمله فيليه والجلد يبقى موجود. توست زي ما احنا شايفين عندنا روزماري وثايم وريحان فريش، روزماري وثايم اللي هو الزعتر الفريش وريحان، عندنا فلفل احمر حراق، توم، ليمون، جبنه بارميجان شمر ناشف، مجفف اسمه ايه ده، طماطم مجففه، وخل بلسمه. اول حاجه هنعملها ان احنا هنعمل هي كراست. هو السمك ده هيبقى مقرمش كريسبي كده شويه، فالكريسبانه بتجيلنا من فين؟ الكريسبانه بتجيلنا من حاجه واحده بس، جبنا من العيش او البريد كرامز، من العيش اللي هو العيش ده لما بنضربه. بس قبل ما اضرب العيش اول حاجه هعملها ان انا هحط ملح وفلفل للسمك بتاعي، او هنا نجيبه كده ونجيب شويه زيت زيتون اهو، شويه زيت صغننين كده، هحط هنا الملح والفلفل، حطيتش زيت كتير طبعا كالعاده، دايما ما بحبش احط زيت كتير، والشمر. واللي هيحصل دلوقتي ان انا هحط السمك كده، بدل ما نوسخ ايدينا ونوسخ 75 حاجه، نجيب السمكيه كده شايفين، واهو السمكيه واختها التانيه نفس الحكايه، واهو هنحطه بقى هنا شويه زيت لان الدنيا هنا نشفت خالص. لحظه اهو، شويه زيت صغيره كده، بتتزفلت مني عشان الزيت بيزحلقها اهو، واخر واحده هندخله الفرن كده على درجه حراره 190 200 لمده 5 دقائق، ولما نطلعه نكون عملنا بقى التوبينج بتاعه والايه الصوص اللي هيسويه. شكله حلو، بس انا هحط هنا شويه عشان هنا شكل الدنيا دي غلبانه قوي، يا حرام اللي هنا ما تحطلهاش حاجه، كله راح لاول واحده. نخليه كلهم عندهم نفس ايه اهو، وخلاص وندخلها الفرن. ماشي كلام جميل، لمده 5 دقائق على درجه حراره، اتفقنا؟ في الفترة دي نجيب بقى هنا العيش بتاعنا، وخليني احط ده هنا وفي الاخر اروح اضرب بيه هناك. هنشيل برضو الادجز، احنا اتفقنا ده على ده قبل كده، وما نرميهمش، نعمل بيهم حاجة تانية اللي هو بيبقى عادة برضو ايه زي ما اتفقنا البقسماط. هحط معاه تومه، وهحط معاه شويه زعتر، بس خليني كده اجيب الزعتر ده هنا كده، او اشيل ده من هنا كده عشان لما يحصل التصوير الحاجات تطلع شكلها كويس، ما تقولوش اماني مهرجله والمناظر دي. الروزماري، وهنحط برضو شوية زعتر فريش بس. خلاص كده ونرجعهم مع اخواتهم. وايه كمان؟ ونحط حته فلفل كمان. هحط فلفل هنا وهحط فلفل كمان في الصوص اللي هنعمله فيه. يعني هو هيبقى فيه نوعين، هعمل صوص وهعمل حاجه ناشفه اللي هو العيش. العيش نبتديه الاول عشان ما نوسخش البلندر بتاعنا ونضطر نغسل تاني. يعني اللي هو يعني ايه، نحاول ايه نقلل الشغل شويه لينا اهو. ده بقى صغير صغير كده. وكل الحاجات دي برضه اقطعها صغير. عملناه قبل كده وبنحط له بقدونس، نحط له اللي موجود عندنا يا جماعه. كل ده مع العيش. ومش بس ده، في انشوجه. ناخد لنا حتتين ثلاثه كده من الانشوجه دي ونضربها مع العيش. والباقي هيبقى في الصوص اهو. وشويه حلوين كده اسمهم ايه دول؟ ريحان فريش. حلو الكلام. وخلاص نروح بقى نضرب دول، ويبقى من كده حضرنا التوبينج او الحاجه اللي هتتحط على وش هتتحط على الوش بتاع السمكه خالص. بس ايه اللي هيمسك التوبينج ده؟ صوص بقى هنعمله بعد الحكايه دي على طول. نشم كده، يا سلام. وبعدين كنت عايزه اقول لكم في التقديم ان في عندنا شويه جبنه بارميجان برضو هتتحط، فايه مش هنحتاج ولا ملح ولا فلفل في ده. كده حضرنا الكراس بتاعنا او حضرنا اللي هنحطه في الوش اهو. ودلوقتي بقى نستعمل ذات نفس ده عشان نعمل بقى الصوص اللي هيمسك الحاجات دي على السمكه. اوكي، شايفين الوانه حلوه ازاي؟ دلوقتي بقى الشغلانه اللطيفه الثانيه، الطماطم المجففه. بقى في ماركه مصري حلوه جدا بيعملوها، مش عايزه اقول اسمها عشان ما يقولوش بعمل اعلانات. يعني ما تجيبوش الافرنجي غاليه، هاتوا المصري، حلوه جدا جدا جدا. فاهي شويه طماطم حلوين يعني. ماشي، عليهم عصير ليمونه. طبعا في البتاع، بس هو الواحد ايه يبتدي يعمل يمرن صوابعه، واحد ما بيروحش جيم، فده الجيم بقى بتاع صوابعنا كده بدل الريموت كنترول. والفلفلايه الحلوه دي وهحط الانشوجه، بقيه الانشوجه. متخيلين الحاجات حلوه ازاي مع بعضيها؟ وهحط تومه يلا. ايوه كده. وايه كمان كنت عايزه احط؟ ده وده وده وشويه خل. احط شويه خل صغيرين كده، البلسمي اللي هو بيديله ايه، بيخليه بقى مسكر، وهو ده اللي هيربط كله ببعضه. اوكي، واهم حاجه زيت الزيتون. خلاص كده احنا خلصنا كل الاشغال بتاعتنا. ونضرب نضرب نضرب. وخلاص الكريمه دي اللي هنحطها على الوش. هخليني بقى اشيل حاجات من هنا عشان هحط دلوقتي الملح والفلفل هنا. هنا وده هنا اهو. نجيب معلقتين ونطلع اللي في الفرن. شايفين هو وصل لفين؟ ابيض بس، يا دوبك بدأ يبيض. اللي هيحصل دلوقتي ان احنا نجيب المعجون الحلو ده اللي احنا عملناه. حتى ده من غير حتى الكراست هيبقى حلو يا جماعه. كل ما السمكيه تبقى اطحن كل ما هتبقى احلى، عشان كده بقول لكم حتى كمان قشر البياض هيبقى لطيف جدا مع الوقار. عظيم الوقار اللي بيسموه هامور، عارفينه ده جميل جدا. في شويه حطيت لهم زياده عن شويه، فخدونا ايه المساواه حلوه في كل حاجه مع كل الناس ومع كل السمك. دلوقتي بتعامل مع سمك مش مع ناس، بس عشان ايه الناس هي اللي هتاكل. ودلوقتي بقى ننزل بالبراد بتاعنا ده، الرمز اللي احنا عملناه ابو جبنه بارميجان وابو كل الحاجات، وده هنسيبه بقى في الفرن الى ان الوش ده يحمر والسمك يستوي. ندلها كمان مثلا ايه 10 دقايق، ولو ما لقيناش السمك استوى واللي فوق ده ما اخدش لون نفتح عليه الشوايه وخلاص وخلصت الحكايه. نرجعه بقى الفرن وبعدين ارجع لكم بالاكله بتاعتنا الثانيه الحلوه قوي وسهله قوي، اي حد من ولادنا ممكن يعملها، اللي هي تارت بالبرتقال. اشوفكم بعد الفاصل يا مسهل. اهلا بيكم مره تانية في برنامج بالهنا. دلوقتي زي ما قلت لكم قبل الفاصل ان احنا نعمل تارت برتقال تارت، بس احنا مش هنعمل التارت نفسها. احنا عندنا طبعا انتوا عارفيني بالعجينه الهشه العظيمه، سموني بعد كده مش اماني بالهنا، اماني عجينه هشه. المهم اهو العجينه الهشه، عندنا كريمه، بيضه، عصير برتقال، سكر، فانيليا، قرفه وبشر برتقال. ازاي الحكايه دي؟ هقول لكم دلوقتي ازاي الحكايه. نجيب الدقيق اهو وكالعاده اسود، وانا بعمل دي يعني غير كده ما بقاش امان يعني. ف مش هنستعمل طبعا الحكايه دي كلها، وهنعملها تارتلت، يعني هنعملها ايه تارتات صغنططه. هتشوفوا ازاي كده وكده. ونبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. مش هستعمل كل التارت زي ما قلت لكم، هي ليتل تارتس، يعني كل واحد يبقى عنده تارتته في ايده، مش نقطعها، لا كل واحد ياكل القطعه بتاعته مع نفسه. كده عشان هي فكه قوي. الفكره من دي كلها ان انا اوريكم ازاي نعملها، وممكن نجيبها بقى بافكار تانية، يعني ما تبقاش بس باللي انا هعمله ده، احنا حتى هتفهموا دلوقتي انا قصدي ايه. طبعا انتوا سمعتوا قرفه وسمعتوا برتقال، فمش فاهمين ايه اللي هيبقى قرفه وايه اللي هيبقى برتقال. دلوقتي كله هيبان. هحط شويه هنا دقيق تاني علشان مهمه الحركه اللي جايه دي. نفردها كده شويه كمان. وهنعمل كده تاني. بصوا بقى يا جماعه، في المرحله دي انا واخده نص الباكت. هنيجي كده بالقرفه هنعمل كده، ماشي، وهناخد معلقه سكر عادي خالص، ما هواش سكر بودره ولا حاجه، سكر عادي. وهنعملها كده. هي كده ممكن تتاكل لوحدها بقى من غير اي مشاكل. وبعدين نبتدي نرول، عارفين السويس رول ازاي بنعمله؟ نرول. ماشي، كلام جميل، كلام معقول، ما نقدرش نقول اي حاجه عنه. حلو الكلام، فهمنا؟ اول حته مش تبقى لطيفه قوي، هنسيبها على جنب. وبعدين ناخد حته قد كده تقريبا، قد كده تقريبا، كله قد بعضه. ماشي؟ وبعدين نيجي نجيب التارت تين بتاعتنا. خلينا هي راحت فين؟ عندي واحده صغيره هعملها لكم. طبعا شايفين الابيض عادي جدا، بس انا هعمل ده وبعدين هخلي شبهي عدل. المهم اهو نحطها هنا كده. ومن هنا نبتدي بقى الشغل بايدينا، ننزل كده شايفين بايدينا. انا بس هعملها كده وبعدين ايه هكبرها وبايدينا كده. انا صغرتها زياده عن اللزوم بس ايه مش اشكال اهو. الجناب كده عايزه لها تبقى ليها قاعده اهو. هي طارت بقى فايه هتعمل زي ما انا عايزه لانها العجينه طريه قوي. فاهو نزلناها بصباعنا وبعدين نعمل ايه من الجناب كده. نفسي هديكم تشوفوها اهو. واللي بعده واللي بعده واللي بعده. المهم لما نوصل للمرحله دي نفرد كل الحاجات والاشياء كده. مهم اهم حاجه نبقى ضامنين ان فيها جوانب واللي تحت كله يبقى مفروض قد بعضه عشان يستوي زي بعض، ما يبقاش في حته مستويه وحته مش مستويه. واللي جنبها دي كمان مش عايزه اضيع وقت يا جماعه. انتوا هتعملوها، انتوا فهمتوا اللعبه، واديني وريت لكم 2 3 يجدي عليها، فهمتوا الفكره. هندخلها الفرن على درجه حراره خلوني افتح بس الفرن الاول العدل. هو المفروض الفرن يا جماعه يبقى سخن، دي حاجه برضو عايزه اقولها لكم. لما نقول لكم 180 يعني معناها ان انتوا تفتحوه قبلها مثلا ب 10 دقائق، يدخل على درجه حراره 180. مفهوم؟ مش ندخل الحاجه وهي مش سخنه. انا الفرن ده كان عندي اوريدي سخن بس كنت قفلته عشان الصوت، فدلوقتي هو على 180. هسيبها لمده تقريبا 5 دقائق تاخد اللون وهتطلع لي، او 10 دقائق هتطلع لي بالشكل ده. انا كنت عاملاها في تنز اكبر. فاللي هيحصل دلوقتي انها هتطلع لنا بالمنظر ده من التن. انا اهو بوري لكم كل الحاجات اللي ممكن بقى تقابلوه يبقى دمه تقيل. هي ازاي نطلعها من البتاع؟ فبالسكينه صغيره جدا نقوم عاملينها كده وحاطينها على شيت تانيه. ليه بنقول الحكايه دي؟ يعني بس نفتح دي كده مظبوط. ليه بقول لكم الحكايه دي؟ بقول لكم الحكايه دي لان احنا بالكاسترد او بالكريمه اللي هنحطها هيبقى صعب ان احنا نشيلها. ماشي، كلام جميل، كلام معقول. دلوقتي بقى خلصنا كده، نجيب ده هنا ونجيب ده هنا. اول حاجه هنعملها هنعمل الكريمه اللي هندخلها جوه ده وندخله برده الفرن اهو. برتقال ده مش عايزينه وده مش عايزينه. نيجي هنا عندنا الكريمه هنحط معاها ال اسمه ايه ده اهو، قشر برتقال. بس خلوني ايه بلاش اكمل لكم بقيه الحلقه وانا شبهي كده كده. الحكايه انضف. و اجيب الويسك، القرفه، الفانيليا والبيضه. ليه جايبه 75 بيضه؟ لان لو انتوا بتتفرجوا على البرنامج على طول عمري ما بفتح بيضه الاقيها عدله. كل البيض اللي بفتحه بلاقي فيه جواه حاجه. فايه قررت بعد كده كل مره اطلع اعمل حاجه فيها بيض لازم يبقى معايا بيض كتير. بيضايه وندخلها هنا. زي ما انتوا شايفين مفيش اي سكر خالص انا حاطاه. السكر هشوفه دلوقتي انا هحطه فين. زي كاسترد كده. وبمنتهى ولازم لما نيجي نعمل الكاسترد يا جماعه يبقى بحاجه ربوز كده، اوكي؟ وعشان ما نعملش اي مشاكل للنص للنص بيض مع كريمه هيمسكوا على طول لما ندخلهم الفرن تاني على تقريبا 10 دقائق. طب السكر فين يا اماني؟ هو بس شويه السكر اللي انت حطيتيها بس في العجينه؟ absolutely not. تعرفوا السكر دلوقتي هيجي من ايه؟ دي حلوه دي فيها اخر برتقان. طب استنوا بقى نحط كله عنده برتقان لان مش كله اخد نفس كميه البرتقان. اهو قشر البرتقان ده احلى حاجه فيها، احنا اتفقنا ان هي بالبرتقان. بدات بقى تخر لنا. استنى هندخله الفرن بالاسلوب ده، وطلعت ده هدخله الفرن التاني بتاع السمك. اهلا اهلا، واستوى تقريبا السمك، فعايزه اطلعه لكم دلوقتي ودي هكمل سوا بعدين، بس دلوقتي المهم عندي ان انتوا تشوفوا البرودكت النهائي عامل ازاي. هنا هنحط السكر ده كله اللي هم 4 معالق سكر على عصير برتقانه تقريبا، وهو ده اللي هيعمل لنا كراميل. هو ده البرتقان اللي انا بقول لكم عليه او ونسيب ده بقى ايه يكرمل. تطلع الحكايه من الفرن ماسكه، نحط عليها الكراميل ده وبتاكل حاجه غير طبيعيه في جمالها. دلوقتي بقى خلوني انضف علشان نطلع السمك لان خلاص السمك استوى وطلب الاكيله دلوقتي. عايزه اعيد تاني واقول لكم على حكايه الباف بيستري. بنحط لها السكر والسينامون، بعد ما بنفردها بنلفها بنقطعها بنحطها في القالب بتاع الكب كيكس. لو عايزين تعملوها كبيره بحالها برضو ينفع، بس انا قلت فكره ان كل واحد ياخد حته دي لوحده بتبقى لطيفه. بعد ما هنعمل الحكايه دي هندخله الفرن لمده 8 دقائق ياخد لون محمر، هنطلعه هتشيلوه بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها، تحطوه على حاجه فلات وبعدين نبتدي ايه نسقيه وبسرعه. الحاجات لازم تبقى بسرعه علشان ايه ما يسحش ويحصل اللي انا حصل لي ده دلوقتي، بس مش مشكله الريحه هتبقى برده حلوه. هيطلع يكون الكراميل بتاعنا اللي هنا ده ايه خلص. ودلوقتي بقى هنطلع السمك، بس ايه لازم احضر له كده عشان يجي والدنيا نظيفه قدامي. اهو سيبنا ده بقى من هنا ونحضر هنا. ايه الاخبار يا سمك؟ مش انا قلت لكم هو كريسب يعني لازم يبقى مقرمش، صح ولا لا؟ مش انا قلت لكم لازم يبقى مقرمش؟ اهو لو اتكينا عليه كده اهو نسمع التكتكه، بس ايه السمكه نفسها خلاص ابيضت، ده معناها ان السمكه استوت. لما نشوف السمكه استوت كده اهو زي ما قلت لكم يبقى نفتح الجريدل اللي فوق البرويلر ولا ايه اللي هي الشوايه، ونسيبه بالظبط لمده دقيقتين عشان ياخد لون حلو ذهبي وايه ويبقى كريسبي كده. فين بقى الشوايه اللي فوق؟ اهي بالظبط دقيقتين، وهنا اهو الكراميل ابو برتقال احنا شغالين عليه. هنعمل بقى يا جماعه الكراميل بالمنظر ده، هشيلها بس ثواني من على النار علشان عندي الحاجات تقريبا استوت. السمك اهو بتاعنا بقى جاهز، بعد كده هنقدمه، وعندي كمان البارتس بتوعي جاهزه. ايه نقفلها كده. يا سلام، ايه دي البارتس. هنقدمها دلوقتي نرجع تاني للكراميل. السمك زي ما قلت لكم بالكراست، عايزين نسمع الكراست بتاعته اهو. كل ده بقى مقرمش خلاص وجميل، ممكن بقى نقوم غرفينه في حاجه حلوه لغايه لما يحصل الكراميل ده ويجهز. ايوه كده، دايما اسيب فوطي ورايا. الورديه الحلوه، ونطلع سمكيه حلوه برضو من دول. نجيب كده اهو، وعندنا كان ريحان في حته نحط عليه حته ريحان هنا كده خضرة كمان. لا شكل الريحان ما بحبوش، مش فريش. هي دي السمكه بتاعتنا، يا رب تكون تعجبكم. ممكن احط عليه شويه شايفز. ونرجع هنا تاني للكراميل. ايوه بدأنا خلاص. كراميل برتقال هننزله على التارتس دي يا جماعه، هيمسك كده عارفين. يا ريت واحنا بنستعمل يا جماعه المعلقه، ظهر المعلقه مش وش المعلقه. خلاص كده كمان التارتس بتوعنا بقوا جاهزين. تعالى انت كده اساسا انا ممكن اشيلها كده، هي تبقى سخنه شويه بس ما تبقى. ونيجي بالكراميل ده كده اهو كده فوق، وخلاص. وخلصت النهارده كده الحلقه بتاعتنا اللي هي كانت عباره عن كلها فرن في فرن، تارت برتقال صغننين والسمك كفايه كده، السمك المقرمش. اشوفكم مره تانيه في بالهنا واماني رفعت.